معنا في كلام في الليل. رغم انه الشرك بالله حرام شرعا، هذا ما يمنعش برشا ناس تمشي بانتظام للعرافات. فما حالات مستعصية ما نجمش يكون فيها علاج، العلاقة بين لحمة والكنة. وقلنا عادة اللي ياخو اصبع اخذ اليد. عبر واعطينا رايك على 58 550 706. في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM احلى راديو. برشي EFM وما سماري، كانك السوق برا جاري، ضحكة ومعلومة في راسين كاري، راسين كاري، راسين كاري. برشي EFM وما سماري، كانك السوق برا جاري، ضحكة ومعلومة في راسين كاري، راسين كاري. أمبيونس ديما مهبولة، شيلة بلا شلة ملمومة، علي 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 الصوت كلها هوني ثقافوت، كيشاب قتل عنكبوت، جوجل جوجل سيسمي بالنور يقود، والحساب تحت التوت، كل سؤال جواب بوم سوجر. برانشي EFM وباسوماري، كانك السوق برا جاري، ضحكة ومعلومة في راسين كاري، راسين كاري، راسين كاري. برانشي EFM وباسوماري، كانك السوق برا جاري، ضحكة ومعلومة في راسين كاري، راسين كاري. مرحبا بكم مستمعينا، هذه ساعتنا الثانية في راسين كاري. قبل ما نكملوا أسئلتنا، هذه إنس يا فما فو ترافيك. EFM انفو ترافيك. مسيكم بالخير ومرحبا بكم على EFM. نعاود نذكركم اللي في رواد الكيس مسكر على مستوى جعفر بسبب احتجاجات. ننصح اللي متعدي من غادي يبدل الثنية. الحركة معطلة على جي بي 8 نيفو الشرقية في اتجاه حي النزهة. فما ضغط في شارع يسرى على فيت نيفو تيرمينال 2 في اتجاه المطار. فما زادة تعطيل فوق القنطرة للي جاي من لاك 2 في اتجاه العوينة، ويرجع التعطيل في دخلة العوينة في اتجاه سكرة. الحركة زينة في لاك 2 على الاخ 33 نيفو سفارة أمريكية. على جي بي 9 الاكتظاظ مازال للي جاي من المرسى في اتجاه لاك نيفو عين زغوان. وفما في شارع الجمهورية للي جاي من سيدي بوسعيد في اتجاه مرسى في نيفو منتزه السعادة. فما ضغط على الاغ 23 نيفو الغولي في اتجاه قمرت. الحركة رزينة في شارع الشادلي قليلة في اتجاه باب العسل. وفما تعتيل على الاكس 2 للي جاي من حال خضرة في اتجاه المنزه. كيف كيف في شارع عثمان بن عفان فما ضغط نيفو المنزه 8 في اتجاه النصر. الحركة مازالت معطلة في شارع محمد صالح بالحاج نيفو حي التعمير في اتجاه غون بوان ليسكال، ويرجع التعتيل نيفو سبيطار محمود الماتري. على جي بي 7 فما اكتظاظ للي جاي من باردو في اتجاه منوبة نيفو سان كليمون، ويرجع الاكتظاظ نيفو لينيبس. مازال الضغط في شارع محمد الخامس للي جاي من خير الدين في اتجاه الكرام نيفو المعرض. على الاغ 23 فما امبوتياج للي جاي من حلق الويد في اتجاه جاردان كارتاج نيفو الغون بوان. وفما ضغط للي جاي من المنيهله في اتجاه حي التضامن نيفو الانطلاقه. الحركه رزينه برشا على الاغ 33 نيفو بالقصعه في اتجاه المروج. وفي سويقس فما ضغط في شارع الحبيب وقطفه للي جاي من البستان نيفو ستاد دو مارس. سينو الحركه تبقى عاديه في بقيه الولايات. نشكروا كل من تفاعل معنا على الجروب فيسبوك يا فما في ترافيك، واللي عنده معلومات هم الكياس ينجم يكلمنا على 58 550 711. انا نرجع لكم بعد نصيف ساعه. سيسوا روحكم في الكيس وطريق السلامه للناس الكل. ارقام التلامذة اللي نقلوا من المدارس العموميه للمدارس الخاصه شهدت ارتفاع كبير في السنوات الاخيره. علاش العائله التونسيه واللي تتخير تقري ولادها في مدرسه خاصه رغم انها مكلفه برشا ماديا؟ هل فما تراجع في المدارس العموميه؟ كان انت زاد اخترت تنقل ولدك او بنتك من مدرسه عموميه لخاصه، او مقرر انك تقريهم في الخاص، كلمنا على 58 550 706 وشاركنا رايك في برنامج كلام في الليل من 10 ل 11 على راديو EFM احلى راديو. كليب في الليل مع فرح. حبيتونا في الياغورت، حبيتونا في الحليب، حبيتونا في جوج بنات، وعلى خاطر محبتكم لينا أمانة اليوم نودوكم بمانا. أوديليس المال معدني جديد متاع دينيس، يتميز بتركيبة نقية خفيفة ومتوازنة خالي من النترات. ما دينيس صفي بدنك. الأكيد أن الناس الكل يخموا على مستقبلهم ومستقبل صغارهم، وماذا بيهم يخزروا الغدوة وهما مرتاحين، أما قليل منهم اللي يحسبها بالصحيح. أسيغونس كارت في سهلها عليك، وبعقود الادخار تخليك تحافظ على مدخولك في الغدخات وعلى قراية أولادك الجامعية ومستقبلهم المهني تهنيك. والأهم من هذا الكل، أسيغونس كارت في تعطيك الفرصة باش تدخر وتستثمر فلوسك بكل أمان وبضمان أعلى نسبة للمردودية مع الامتيازات الجبائية الهامة. مش هذا برك، إذا صار لك ظرف طارئ أسيغونس كارت في تقف معاك، وهي الوحيدة اللي تمكنك من سحب نسبة المدخرات اللي تضمنها لك شروط العقد حتى في عامك الأول من الادخار. مع برامج الادخار متاع أسيغونس كارت في احسبها بالصحيح.
لمزيد المعلومات اطلبونا على 71-184-073 ولا زوروا موقعنا carte.tn. بوقوا في باريس يا حسرة من وقت هالتوى وليت عشرة. بوقوا في البلار أحسن أفار أرخص للمكتوب وأحسن للبيئة. هز شقف جيب شقف واسمع تقربيع. بوقوا في البلار أحسن أفار. الوقت كيفوت ما عادش يرجع، أما إذا تحب نجم تغلبه. إذا تعرف تقيس تخمم تختار ليندك تعطيك أكثر من شواء. Maintenance informatique, cybersécurité, comptabilité, électronique automobile, أكثر منهم دي سبيسياليتي. هما ثنية تصنع فيها الوقت، هما ثنية تصنع فيها روحك. مع لينتاك بالباك ولا بليش اصنع روحك. للمزيد من الإرشادات 53-009-009. تصور نهار وانت عند العطار تلقى كعبتين تناب يحيروك كيما فيلم ماتريكس، دبوستين وكل وحده وجوها. وحده موف تهزك الموندو فيه غرامك اللي تحبه، وحده صفرة تهزك العالم فيه غرام اللي تشيخ عليه. نحكي لك على ليديسيون ليميتي الجديده متاع تناب، كل وحده نسيك في اختها. يا بنت التوت والرمان واللاساي، يا بنت الاناناس ولي فروي دو لا باسيون. وكان قالوا لك اختار جاوب ناخذهم الزوز. تناب اديسيون ليميتي حفلها بغرام. Je veux épargner pour préparer mes projets d'avenir, faire face à une baisse des revenus suite au départ à la retraite, financer les études supérieures de mes enfants. Je veux assurer le bien-être de mes proches et organiser une succession grâce à une assurance vie de qualité, tout en déléguant la gestion de mon épargne à des professionnels du marché financier. Avec Hayat Multisupport, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Hayat Multisupport vous permet de répartir votre épargne sur trois supports différents en fonction de vos objectifs et de votre aversion au risque. Profitez des performances du marché financier grâce à une gestion dynamique de mon investissement assurée par une équipe de professionnels. Bénéficiez des avantages fiscaux de l'assurance vie. Avec Hayat Multisupport, décidez de votre épargne en combinant sécurité et performance. Hayat, vivre serein. شبيك اليوم قلتلي الصحة الحجامة؟ يا أخي كل يوم هو مرة برق نقولوها صحة الحجامة. أو يا غورديليس كل يوم يقولنا يعطيك الصحة. على خاطر بالحق يا غورديليس يعطينا الصحة كله، كل يوم يعطينا كمية من الكالسيوم والبروتيين والفيتامينات اللازمين للتوازن الغذائي متاعنا. البدن يولي قوي يقاوم كل شيء. يا غورديليس يعطيك الصحة. أحلى ضحكة باش تعرف قهوة مدخمة ولا شعبية من اسم السيرفور. في القهوة المدخمة تلقى السيرفور عيطولو بيرلو، فما اللي عيطولو بيكاسو، اللي يخدم في الشيشة اسمه خليل. في القهوة الشعبية نبيل محمص، سمير كرشة، كمال وشوش. بلاي واحد اسمه كمال وشويش شو مش من عنه تقول وين ترشفة تيب توكس رأي عالمي الحكاية بذل انت في قوة مزخمة يلزوك ساعة تلقى روحك ماخو ثلاثة كعبات جاتو خاطر بلين يلزوك باش تاخو الكعبة الثانية والثالثة. في قوة شعبية يلزوك باش تمشي للدونتيست ترى هو معلم كعبة المعاشة. شفت كعبة المعاشة تقعد تخزرها انت من ورا الفترينة مومياء في متحف خفرع مش كعبة معاشة يا ودي تتقص بالتلكس ابو اللخت يا معلم. السابعة يفن راسين كاري سامي بن نور. مرحبا بكم رجعنا في راسين كاري باش نقرا لكم جملة كما اللي تقراو على كالموزيكا تبدا هادي أو يبدا فما النوار هزيج الليل. كونسيدير سي لوي كي تو في فو هزيج الليل. كونسيدير سي لوي كي تو في فواغ تي ديفو كوم سيل تو مونتري ان تريزور. اعتبر انه اللي يوريك عيوبك كانه وراك كنز. اسمع كلام اللي بكيك وما تسمعش كلام اللي يضحكك. كيما هذا تعدي على واد ساكت ما تعديش على واد ساكت. كونسيدير سيلوي كي تو في فواغ تي ديفو كوم سيل تو مونتري ان تريزور. اعتبر انه اللي يوريك عيوبك كانه وراك كنز. فولتير. لا هو لقب ديني اللي عنده سانت أغسطين. تولد في 560 قبل الميلاد. 560 سانت أغسطين قبل الميلاد. عندك الحق شادلي. في النيبال الحالية. من البلاد جاي ما بين البيني. عاش من الأول في رفاهية قصر بوه وتزوج وأنجب طفل كي ولا عمره 29 سنة. تخلى على عائلته ولا راهب يعيش على الصدقات ولا بعد واعظ ينتقل من مدينة لمدينة دايرين بيه تلامذة متاعه.
لخص عقيدته في 4 حقائق مقدسة. الألم عالمي، سبب الألم يكمن في الرغبات الأنانية، الألم يلغى بقمع الرغبات، ولكي لا يكون لديك المزيد من الرغبات من الضروري التقدم في الطريق الوسط باتباع الطريق الثماني. توفي تقريبا في 480 قبل الميلاد، فما برشا أقوال تنسب إليه، وهما كي تعجبك وردة باش تقطفها، كي تحب وردة تتلها بها كل يوم، اللي يفهم هذا معناه يفهم الحياة. ها بطريق quand vous adorez une fleur vous l'arrachez mais quand vous aimez une fleur vous l'arrosez tous les jours. Celui qui comprend ça comprend la vie. انا النوار كي تنحيها مش معناها راك معجب بها، كي تخليها مش معناها راك ملكتها. ملكتها اكزاكتومون. هاي هو بوذا الزعيم الروحي. بوذا قلت سيدارته انا مشيت. بوذا الومام. بوذا مش محمد بوذا. هو بوذا. تحية لصديقنا محمد بوذا. شكون هذا صديقك محمد بوذا نعرفوش. محمد بوذينا. بوذينا. هاي تحياتنا. هاي. شنو الحاجة الطريفة في اسم أصغر ولاية أمريكية؟ هاي شنو هي ساعة الولاية؟ أصغر ولاية نلقاوها ساعة. أنه يسكنها واحد. وينك يا أنس؟ أنه يسكنها فرد. فانا عام أنس يقول لك ساعة. فانا عام. فما مدينة يسكن فيها واحد برضه. شنو الحاجة الطريفة في اسم أصغر، في الاسم معناها أصغر ولاية أمريكية؟ الطريف في الاسم ولا في المدينة؟ أوهايو. الحاجة الطريفة في الاسم. في الاسم. في الاسم. الاسم القديم هو État de Rhode Island et des plantations de Providence. State of Rhode Island and Providence Plantations. في 3 نوفمبر 2020 وافقوا الناخبين في الولاية باش يعملوا اقتراع باش نحيوا جزء من التسمية هي اللي هي مزارع بروفيدنس من الاسم الرسمي للولاية، وهكا يولي اسمها الرسمي رود آيلاند. أكاهو قدم الاستفتاء على تغيير الاسم في مجلس الشيوخ. اللي قدم الاستفتاء هذا هو السنياتور الأمريكي من أصل إفريقي الوحيد الام ميتس، وهو كان هذا بعد الاحتجاجات اللي صارت بسبب مقتل جورج فلويد. وقتها قال ميتس اللي الاسم يعتبر مصطلح مؤذي للكثير منا بسبب كلمة مزرعة ودلالاتها على العبودية. النتائج الأولية للاستفتاء كانت 52.9% من الناخبين وافقوا على تغيير اسم الولاية ولا اسمها رود آيلاند. لازم نعرفوا اللي قبل صارت برشا محاولات يبدلوا تسمية أما كانت كلها فاشلة، حتى جاء السيد النائب هذا باش غير وقال أنه عندها دلالات عنصرية لازم تبدلها. توا في هذا توا تشوف الراسيزم معناها و... بعد ال 52% معناها الحادثة بتاع جورج فلويد. سي شوكون. سي شوكون. لا سامحني لو فات ديجا مينيموم 99% معناها. طيب بون الولايات المتحدة بكل تناقضاتها واختلافاتها وغيرها. انت خاطر فنانة يظهر لك اللي فما ناس اللي قيم متعارف عليها اما ما تنساش راهو ترامب. كي تحكيو قبيلة على الديمقراطية واعظم ديمقراطية وتعطي الموديل وتعطي كذا وتعطي كذا هاو الموديل. لا انت تعرف فما برشا حاجات اكزاكتومون. هو يقول لك راهي الديمقراطية هي باختلاف. انا وياك مختلفين. انت ترى انه هذا ازرق ونحمر. نحترم رايك وتحترم نمشيو للاستفتاء ولا نمشيو للانتخاب، ولكني نحترم النتيجه. اذا كان الاغلبيه قالوا نبدلوا فحتى الانسان اللي صوت ضد يقول لك اوكي انا راضي بالنتيجه هذه. مش تصير انقلابات و... زاده في المساواه مؤامره البشر هكا ولا بالصندوق. انا معاك. مش كان في هذا. بتعرف الممارسات العنصريه في المتحده برشا مرات قلناها انه حتى مثلا للسنوات الستينات النازا قلتها برشا مرات كان فيها بلوك سانيتير على الرجال. بلا بلوك سانيتير بور لي بلون et bloc sanitaire pour les noirs. عندنا حتى احنا كار بور لي بلون كار بور لي نوار. عندنا البارح لي زامريكان والله ما نحبش الحلقه احنا عديناها مره يا كاتساكو في كبنطن. في كبنطن اي ما عادش ولا مازال ما عادش وحتى للتاريخ نتاع التصوير مازال توا ما نعرفش مازال اللي هو التاريخ تقريبا 2016 حاجه هكا 2016 يا رب كنت نحات يا رب. هي صارت على اساس عركه من الاول دونك بور ايفيتي العركه والاشتباكات ما بين لي جون وكل فرقوا هذه هكا وهذه هكا ولكن الدلاله نتاعها دلاله خايبه ياسر خاطر الولاد صغير وخوه خوه الاخر ولا صاحبه يدخلوا يلعبوا مع بعضهم يبختاجوا بعضهم حاجه يعني سي يلا 2020
سنة سعيدة. ليه أمان الشوف سوغي الخفاش يرقد بالمقلوب. أي علاش يرقد بالمقلوب؟ شنو أنا سؤال؟ أصغر مدينة جاوبت مقال كان عندها أطول اسم بنسلفانيا. الاسم القديم هو إتاد دو رود آيلاند إي دي بلونتاسيون دو بروفيدونس. وش ولت؟ ولت رود آيلاند. غوام رود آيلاند. أنا قلت لك رود آيلاند. ولا اسمه رود آيلاند. وهكا يولي اسمها رود آيلاند. هاي رود آيلاند. أوكي. هاي بخاطر ما صفقش علينا. سرحنا شوية مع حكاية الكار. اقلب الورقة، اقلب الورقة. كيفاش؟ سرحنا شوية مع حكاية الكار اللي في الجنوب هذيك اللي حكيت عليها تو. بس ما عندكش قدره يحكي معايا المخرج. سرحنا في العنصريه، سرحنا شويه في العنصريه والتصويره بتاع الكار اللي حكيت عليها. خلينا الجنس ايلاند. لا سمعتك انت قريتها، ما انت جينيرالمون كي تقرا سيدي سامي هاني باش نقول لك بكل صراحه، كي تبدا تقرا احنا راهو نعملوا هكا في التليفون وكلها. لا مش صحيح. نبداو متهنين معناها غير صحيح. الانتين بين ايدي امينه غير صحيح. يلا علاش الخفاش يرقد بالمقلوب؟ خفاش اللي هو مساهم في التوازن الطبيعي، يا فاهم الحياة مهم برشا، معناها كان ربي خلقه راهو للتوازن الطبيعي مهم. ما قالك ما قالكش كولوني، قالك راني انا نعيش في كونجونكتور وفي في حيوان ما قال كولوني. يعني هو بالذات احنا عمرنا ما درنا به تصدق، هو ما يدورش بالناس اصلا. وتدخ احنا في الصور المتحركه والافلام نصوروا المكان المهجور هذاك هو، يعني كله خفافيش دونك بالراس. علاش يرقد بالمقلوب؟ علاش يرقد على راسه؟ على السيركيلاسيون تاع الدم. لا على جوانحه. لا خاطر عينيه ما يتسكروش، يلزم كي يدلدل راسه اللوطه باش عينيه تتسكر. يرقد بالمقلوب. يرقد بالمقلوب اونتوكا فاهم الدنيا بالواقع. الواقع بالمقلوب. الاجنحه نتاعو ارزن من بدنه بتباع. دونك هذا هو سبب الحاجه اللي ما تخليش ينجم يرقد ولا يهرب في حاله الاخطار. في 2015 اكتشفوا العلماء السبب اللي يخلي الخفاش يرقد مقلوب، ونستعملوا العلماء دي كاميرا عندها سرعه كبيره برشا باش يصوروا الخفافيش ويراقبوا تحركاتهم في بلاصه صغيره نجموا يطيروا فيها. استنتجوا بعد التجربه هذه ان الخفاش عنده اجنحه ارزن من بدنه، كي بداو واقفين الخفافيش عادي اجنحتهم ما توفر لهمش القوه اللازمه باش ينجموا يطيروا، والوضعيه المقلوبه هي الوحيده اللي تخليهم مرتاحين اكثر باش يرقدوا وتخليهم ينجموا يطيروا ويهربوا كي يحسوا بالخطر، سورتو كي يجي واحد باش يقبض عليهم ويذبحهم وياكلهم. الخفافيش هما السول ماميفير في الطبيعه اللي ينجموا يطيروا. السول ماميفير اللي يطير. ماميفير ماميفير السول ماميفير اللي يجي شربه في وتعرف من لانثى مذكر كي يحط لك خفاش تكرع وخفاش. لا بصراحه انا كنت صغير نطلعهم. طلعهم كنا نستدوا فيهم نحن في الفراغ. انتم بخيكوس قبل السنين جميل تصدق وقت الفراغ كنا نستدوا في المكنين، نستدوا في هذاك الشارع المنديف هذاك بالدوده. اما الخرطيفه ديما في الليل خرطيفه مش خفاش. الخطيفة خطيفة كي تتوح الفستح نشدوها وندهنوا لها راسها بالزيت ونحنيوا لها، خاطر عندنا أسطورة أنا ماشي لبيت مكة وهي حدا راس النهج مسكينة. مسكينة والله. شوف تخلط له شوف لي. يلا يا مجنون نرجع بعد شوي. تلوم عليا ازاي يا سيدنا؟
بيتنا قولي عن أشياء تفيدنا وبعدها بلوم علي أو دلي صاروا دلي قال ملكش حم ملكش حيت لوم علي أو دلي صاروا دلي قال ملك حيتلوم علي بلد يام أم العجايب شعبك أصيل والخصم عايب بلد يام أم العجايب شعبك أصيل والخصم عايب خلي بالك من الحبايب دول أنصار القضية أهو دلي صاروا دلي كان ملكش حق ملكش حق اتلوم عليا أهو دلي صاروا دلي كان ملكش حق رجعنا في راسين كاري نكملوا اسئلتنا جميله ساوسن شيدلي غازي فنيا اليوم 5 نوفمبر من سنه 85 توفي مطرب وملحن وممثل لبناني من مواليد 1914 موهبته الفنيه ظهرت من اللي هو صغير وعرف الشهره في الخمسينات في التلحين والتاليف والتمثيل الكوميدي ما قراش موسيقى اما قدم الحان شرقيه مثلا لحن لوديع الصافي بترحلك مشوار قلت لي ريت محليه تبقوا اذكرونا هدى العونية لسميرة توفيق نصري شمس الدين يا هلا بالضيف حبك مر ملحن بركات الله كريم وبالعز بنينا براجو مع وردة على شو يا حبيبي كان مقرب برشا من صباح وتعامل معاها في دخل عيونك حكينا والعصفورية ومثل الأطرش بالزفة وغيرهم تقبرني تقعد تقول تقعد قمة التعاون ومع فيروز أكثرها من 25 أغنية جايب لي سلام يا مرسال المراسيل يعني. من عز النوم تسرقني نصيف زيتون لا. زكي نصيف الطحونة يا رايح عكفر حالة فايق يا هوا صيف يا صيف أنا خوفي من عتم الليل يا كرم العلالي تيري يا طيارة على جسر اللوزية وانا انا شخصية تقعد احلى 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 ملحن الفيروز يا غازي هي يا دارة دوري فينا ظلي دوري فينا يا دارة دوري فينا ظلي دوري فينا انا تنسى غني وتبقى سمينا تاني خيم درب الأعمار الكلام فين تاني تخبى مش باقي انتو بنتو قلتلو نسينا واللي نادى الناس
الجمله ذي واللي نادى الناس تا يكبروا الناس، هذه الجمله اللي اللي هو هاجموه فيها وقتها في الصحافه، قالوا اللي نادى الناس تا يكبروا الناس هو الزمن، والزمن بإرادة الله خالق. دونك ما عندكش الحق تقول سألونا وين كنت حليم الرومي ولا ليش ما كبرتوا انت، ليش ما كبرتوا زمان، معناها الدهر والزمن ما عمل فيهم شيء. ياسر بزياده الاغنيه هذه كويسه، وجوديه وجوديه، لحنها في خمس دقائق تقريبا. مشهور فلسطيني هذا واحد، معناها اللي هو اصله فلسطيني، اسمه جورج. لا لا اسمه اسمه ماهوش عربي يعني. ايه آه والله نتفكروا نسيت اسمه. بطرس بوهمش الرحابنا. لا 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 هو فيلمون وهبي. فيلمون وهبي فوالا. صاحب عبد الستار برشا. ديما ننساه فيلمون. ما يطلعوا كان عبد الستار. هذه هذه صورة. عبد الستار ولا فرح. قصاص لبناني. هذه صورة الفيلم الوهبي مع فيروز. روحي نتاع فيروز. تبناها من الأول. لا يا دار إبداع إبداع. أنا يذر لي يذر لي هو اللي أنا كنت راني في الكنيسة. حتى جايب لي سلام. هي علاش علاش فيروز تجمع بين زوز حاجات، هو المقام الشرقي معناها غنمها بالمقام الشرقي نتاعنا وجابها من الكنيسه اللي هي كانت تقول في الحاجات اللي روحانيه في اكزرسيس فوالا، معناها كي مزج النوعين نتاع موسيقى مع بعضهم خرج روائع، خرجت حاجه غير عاديه. لا سامحني واختها هذيا شنو اخر من عز النوم اللي لحنها سجل لي سلام، مش عادي مش عادي. من عز النوم من عز النوم بيسرقني انا، ما تسالني من عز النوم بيسرقني عليه، ما انا ننسى الكلام برشا اغنيات كبيرة. ملحم بركات فيروز يعني صباح صباح ليكون نتاع الاغنية اللبنانية. اي وي هو وديع الصافي وفيروز كاو في مصر شمس الدين بصراحة. لا شوف واش كملحن انا نعتبره بيجي بعد وديع اي بعد مهم، لكن وديع الصافي وفيروز يتسمى مودرنيست ماناش في نفس، اذا كان واحد خدم مع هذوما الاثنين يسكر الحانوت ويروح على طبعا لحن الوديع الصافي على صباح. محمد عبد الوهاب قالوا له معليه على وديع معناها قال لهم بصراحة معناها صوت غير عادي غير عادي طبعا، واش باش تلحن له؟ قال لهم مادام يغني كيكا شنو اللي باش تلحن له؟ ما لحنلوش هو؟ لا لحن له، لحن له على الله تعود، على الله تعود الله الله فريد على الله تعود جو كونفون بوتيتر. لا لا يظهر لي عبد الوهاب، شنو اللي لحن له؟ عبد الوهاب يظهر لي كنت غلطت في فريد عبد الستار عمل فيك. لا 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 ذولي عبد الوهاب تصورش ماهوش روح فريد على الله تعود ذولي عبد الوهاب. لا الموال سامحني ياك الموال انت تقعد ترى شنو كيف يتقال على الله تعود بهجتنا ولفرحته ومرضاه موال هالطياره. تحيات لمحمد جبالي. اي حمى حمى يغنيها الوحيد بالكلام. لازم محمد جبالي ان شاء الله نستدعاوه نستدعاوه مره بحذانا. على الله تعود طبعا خونا حمى ونحكي له برشا طرائف محمد جبالي ما يعرفهمش الجمهور عليه اما احنا نعرفهم. على الله تعود على الله يا يا في ديار الله على الله تعود على يا ضايع في ديار الله من بعدك انت يا غالي مالي يا حباب غير الله من بعدك انت يا غالي مالي يا حباب غير الله مالي يا حباب غير الله. الحان فريد الأطرش ولا قلت لك النجم نكونوا يا بوي قدر فريد زاد مسلطر طبعا مسلطر على الاخر بلاده حبوش انا كريم دو ليز ماجستي احنا عندنا العرب ما يلزمكش تقول ما تحبش لا لا طبعا احمد ربي عبد الستار مشهوني على الحقيقه لا ماني مستغله الفرصه انا اللي عبد الستار مشهوني قايمه بهذا ادي الربيع عاد عاد من ثاني يا حبيبي تقول انا مانيش من عشاق وخير انه ماني ما نحبوش ما نحبوش ما نحسوش ما معناها واحد ما نحبوش كفنان مش معناها خاطر هو خايب مثلا انت مثلا ما تقدرش تقول اللي فريد مش فنان كبير ولا عبد الحليم ولا حاشا وكلا اما لا. انت مثلا تميل نوعيه اخرى بالضبط بالضبط اما هو انا يعجبني ما يمسنيش ما نحسوش نحب الشجن نتاعو الله الله مقاومات لا تكنيسيتي نتاع الفن موجوده عنده باش كان باش ناخذوا الشجن اللي عند عبد الحليم باقل امكانيات الشجن اللي عند فريد بالنسبه لفريد يلزم يقوم بكري برشا باش ياخذ مع الشجن نسبيه الشجن نتاعو امير انا عندي مشكله مع الامراء كاتسالتينا وكاغناء عربي وكاغناء
غناء شرقي فريد. فريد اقوى بياسر انا عارف انا باش نسال ايناس عبد الحليم حاجه اخرى كومبليتمون باش نسال ايناس يعجبك فريد لا تعرفهمش عبد اللي نعرف غنائي شكون يعجبك عبد الحليم ولا فريد عبد الحليم ميرسي حبيت نقول لكم راهي فاتت جيد فريد ما نجموش نقارنوا مي كيقول عمرو ذياب توا عمرو ذياب واحد اخر من مسالتن برشا تقول الاخر يغني خير مي عمرو ذياب نجح اكثر هذاك اللي كان في عبد الحليم قبل صحيح يلا ايناس اي اف ام انفو ترافيك اي اف ام انفو ترافيك مسيكم بالخير ومرحبا بكم على يافام في تونس نعود نذكركم مستمعينا اللي كيس رويد مسكر على مستوى جعفر بسبب احتجاجات دونك اللي متعدي من غادي ننصحوا يبدل الثنايا على جي بي 8 الحركه مازالت رزينه نيفو الشرقيه في اتجاه حي النزهه وفما ضغط على جي بي 10 من جهتي نيفو برج الوزير الحركه مازالت معطله في شارع محمد صالح بالحاج نيفو حي التعمير في اتجاه رون بوان ليسكال ويرجع الضغط نيفو سبيتار محمود الماتري في اتجاه رياض الاندلس على اكس 2 الضغط نقص جوست شويه اكتظاظ نيفو المنزه والحركه مازالت ترزينا على الاكس باني فو حديقة المزه في اتجاه حيره فيها على جي بي 10 فما ضغط كبير ومازال اللي جايين من حلق الويد في اتجاه سيدي داوود نيفو المركز التجاري ويرجع الضغط نيفو سبيتار المونجي سليم فما بوتياج على الاغ 23 نيفو الغلاي في اتجاه قامرت والحركه مازال ترزينا في شارع محمد الخامس اللي جايين من خير الدين في اتجاه الكرام نيفو المعرض ومازالت تعطي نيفو بير القصعه في اتجاه المرور سينو الحركه تبقى عاديه في بقيه الولايات مستمعينا نعاود نذكركم اللي كيس راويد مسكر على مستوى جعفر بسبب احتجاجات بدلوا ثنيه متعدين من غادي فوالا نرجع لكم هنا بعد نصيف ساعه سيسوا روحكم في الكيس وطريق السلامه للناس الكل صور نهار وانت عند العطار تلقى كعبتين تناب يحيروك كيما فيلم ماتريكس دبوستين وكل وحده وجوها وحده موف تهزك الموندو فيه غرامك اللي تحبه وحده صفرة تهزك العالم فيه غرام اللي تشيخ عليه نحكي لك على ليديسيون ليميتي الجديده متاع دناب كل وحده تنسيك في اختها يا بنت التوت والرمان واللاساي يا بنت الاناناس ولي فروي دو لا باسيون وكان قالوا لك اختار جاوب ناخذهم الزوز دناب اديسيون ليميتي حفلها بغرامك Le Mac du week-end, je vais vous faire mon CV à Maya et je vais vous faire toute mon équipe de choc. Il y a tout comme ça, à la santé, à l'arrivée ou le coaching, des astuces pour la beauté, la mode ou la cuisine, les bons plans, les lailles, l'alcool, ou qui m'a tout le week-end, qui l'a dit à notre arbre à la marque de Tunisie Ajida. Le Mac du week-end, saison 7, n'har 7 ou la hâte, mais la hâte à nos sonnards. À la IFM, à la radio. شبيك اليوم قلت لي صح الحجامة؟ يا أخي كل يوم هو مرة برق نقولوها صح الحجامة أو يا غردي ليس كل يوم يقولنا يعطيك صحة على خاطر بالحق يا غردي ليس يعطينا الصحة كله كل يوم يعطينا كمية من الكالسيوم والبروتيين والفيتامينات اللازمين للتوازن الغذائي متاعنا البدن يولي قوي يقاوم كل شيء يا غردي ليس يعطيك الصحة ضحكة. أكثر حاجة كانت تنرفزني كعبد يعمل الحس ويفيقني تبدأ أنت راقد وتسمع في صوت أربنا أربنا ذي عيط عنده 20 سنة في الحومة ما عرفتوش فيش يبيع سألته خطه يا معلم بربي فيش تبيع بيع في البانوات علاش ما تقولش بانوات علاش بانوة وفما الآخر تبدأ راقد وتسمع ألحا ألحا يا معلم نسر متعدي في الحومة في الجيل يقول لحام علاش لحام من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة يافام راسين كاري سجل بالنور رجعنا في راسين كاري مازال عندي سؤال وبعد نعطيكم المشعل المشعل يشعل ولا مشعل شنو شعلوها نخاف في حرقنا المشعل شنو هي العائلة اللي من أشهر السلالات المصرفية واللي لقبها يعني الدرع الأحمر من أشهر السلالات البنكية في أوروبا لمدة 200 سنة عملت تأثير كبير على الاقتصاد ليغوتشيلد هما ليغوتشيلد بطريقة غير مباشرة سياسة أوروبا تأثرت بهم اللي لا ما ربي ان شاء الله يخفف عليهم السلاله هذه هو ماير امشل روتشيلد هي عائله اوروبيه يهوديه من اصول المانيه عاش ما بين 1744 و1812 في فرانكفورت صغاره الخمسه امشل ماير سالمون ماير ناتون ماير جاكوب وكارل
ولا جيمس ماير سلمون قرا ماير بداو البنكه في فرانكفورت وليو دي بونكي عالميين ما عندناش لوتشيلد هوني وحلوا فروع في لندن وباريس وفيينا ونابولي في سنوات 1820 بشوية بشوية توسعت مجالات الأعمال من الأعمال البنكية والمالية إلى الإكسبلوتاسيون مانيير مينيير عفوا والطاقم والليموبيليي وفي القرن 19 تعرفت العائلة زادة بالأعمال الخيرية اللي تقوم بها خصوصا في الفنون والتعليم. لقب العائلة هذه من الدرع الأحمر اللي موجود في الدار في حي اليهود اللي عاشوا فيه والثروة اللي أسسها ماير وأولاده الخمسة تورثوها أجيال وراء أجيال قعدوا ناجحين في عالم الأعمال وكانوا عائلة روتشيلد يتزوجوا في أغلب الأوقات أنتر كوزان هذه هي طبعا. وفي الجيل الثاني زادت الخارطة العائلة في السياسة وفما الادخال البرلمان لكن العائلة هذه هي اللي تعتبر مسؤولة على فكرة تأسيس دولة يهودية في فلسطين وهي اللي أصدرت وعد بلفور شوية ذكا بركة شوية ومن غادي بديت ومن هنا كانت البداية خليك في عالم المال خير وابتدى الشعب الحكاية موجود اللي فيها البنوك طبعاً. الكبار الكل ويظهر لي الجراتسيل الكبار في ألمانيا بدأوا مع البنوك في هم روتشيلد يلا بزي بزي ترجي اللعب شادي عارفه ديما تبدا بيا انا استناو فيك هو يبدا بالرزين وبعد يتعدل الخيمة ما هو اطول رجل في العالم وما هي اقصر امراه في العالم ما هي هذو ماخذين بعضهم هذو ما بصير نقولوا من هي ماهوش جمال من هو ومن هي من هي اقصر واطول امراه في العالم وعندهم صوره حلوه ياسر ريتها ولا ياسر الاهرامات باش نسميوهم احنا توا نسميوهم وتعطيني الطول زاد طول وعمره كان لازم زوز متر بالنسبه للراجل ما نقبلوش السؤال هذا يا سامي هاو كمليتهم شو محليه شو تبارك الله لقاء العمالقه شنو هم ما يعرفوش بعضهم ما يعرفوش بعضهم ما عيطوا لهم عيطوا لهم يعني بوغ لا فوتو لا بالترويج للسياحه المصريه في الاهرامات كوم وتقابلوا وفرحوا ببعض زوز مترو 20 هو زوز مترو ذولي وخمسين تقريبا هو زوز مترو 51 هي ما أسس وهي وهي ما تفوتش ال 47 سنتي به اسمع تذكرهم موسوعة جينيتس راه بالقدا دخلوا في جينيتس فهمت قديه السلطان كوسين هذاك السلطان كوسين وهي قديه 35 سنة عمره من أكراد تركيا يبلغ طوله زوز مترو 51 وهي سيفري ويعتبر الشخص الوحيد الطويل يعني في العالم تو وهي هي أقصر امرأة في العالم اسمها جيوني ام جي ام جي هندية الأصل 24 سنة وشاركت في مسلسل تلفزيوني في أمريكا راه طولها 62 سنتي فاصل 7 يا فاصل 7 وعيطوا لهم في يعني ترويج للسياحة المصرية في أما في وقت من الأوقات فرحانة ياسر أنا تقابلت مع أطول أطول راجل كان تونسي كانت تفكروه شرذوين أما مش في العالم في العالم خلط أطول راجل في العالم بالحق في في تونس خلط نجيب كان يجيب بالي في تونس مات هو يظل مات ولا مزحي والله ما نعرف ما نحبش هو راهو مش نجسف معلومات مش مخبتة فيها يلا توس الوغ انا السؤال نتاعي هو سؤال ولفته فيه لفته معناتها حبيت لفته كريمه على على حرك لفته على حركه على اون اكسيون قاعدين يقوموا بها مجموعه شريحه توا حاليا على حكايه على حكايه الكوفر فو والخدم في الليل والفنانين والموسيقيين ولي سيرفور ولي فام دو ميناج فما حركه فما اشتاج تلانسا توا عنده جمعه من هلا الليل سايب الليل والاجابه سايب صالح زاد انا صحيح كيف بالضبط سايب الليل سايب الليل والله هي لفته الحقيقه انت تكلمت عليها هي مهمه انه ليزارتيز زاد الفتره ذي يعيشوا في فتره ما يشبهها بالكل اي سورتو لي ميوزيسيان مش هما كان الناس اللي تخدم كذلك انا جوستومون شوف ما احنا نعرفوا الناس اللي خاطرنا حتى اللي سيرفور والناس تخدم فيهم نعرفوهم لكن والله انا نحب ننصح الناس الكل اللي في الميدان الفني ونقول لهم راهو في الازمات راي ديما فما ازمه ان شاء الله ربي يبعد علينا الازمات اما راهو يلزمنا نقعدوا اتابل وقت اللي نبداو في 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 فتره واحنا ما عندناش مشاكل نقعدوا باش ننجموا ننظموا ان شاء الله بعد الفتره هذه هو راهو على وي سي فري ايديالمون خاطر احنا كفنانين ديما نمشيو شنو الحاجه المثاليه شنو الايديال اللي نجموا نخلطوا له ولكن ما تنجمش زاده انت تلوم قطاع مهمش
وناس ما عندهاش لا سي ان اس اس لا عندها حتى ستاتيو لا عندها حتى شيء. سي نورمال في اول ازمه في اول كبوه باش تجبد مشاكل القطاع الكلها باش تتحط على طاوله. دونك سي نورمال انه انا ما حبيتش نجبد الحكايه حكايه قطاع. انا السؤال اللي نحطه نضم صوتي لصوت قائد مجموعه خنافس ولا لازم الناس اللي تخدم نحبش نسمي لاختيز خاطر مش كان لاختيز يخدموا في الليل الحماس يخدم في الليل البيع بيع الكاسكروتات اللبلابي اللي ديبيت تبع لي فام دو ميناج لي تاكسي لي ستوديون اللي هما يخدموا في دي بار تايم جوب معناتها يعاونوا في رواحهم هذوما كلها الناس تخدم. انت جامش تخلي الناس تجي تقصي معناتها مجموعه تقول لا هذوما مواطنين توينسا اللي يخدموا حتى للسبعه اما اللي يخدموا من السبعه الفوق هذوكم ميرسي بوكو سايب الليل فوالا دونك سايب الليل يا شد الليل والنهار يا سايب النهار والليل بالعروض سايب بالعروض سايب بالعروض يا عايشك ان شاء الله ان شاء الله لو 15 لو 15 نرجع عطيتك انا الاخبار سبق اي عطيتنا البارح سبق ما سالت سؤال وما جبتونيش على الاخر انه ان شاء الله بارتيغ دو 15 ولو انه احنا رانا كنا محترمين البروتوكول الصحي على الاخر والصور تدل على ذلك دونك ان شاء الله يا ربي ابارتيغ دو 15 نرجعوا للنشاط. شنو السؤال؟ سالت سؤال خاطر قال الانشطه الثقافيه معناتها الانشطه الثقافيه تشمل الانشطه الترفيهيه والا لا؟ لا يعني كان المسارح ودور السينما أي. اوكي أي. دونك فوالا دونك صايب الليل شنو هي المدينه الملقبه بمدينه المئة باب؟ اسبانيا هذه اسيا؟ لا شرق اوروبا؟ لا مدينه اي لا فين في انا قاره فين في انا قاره في اوروبا هذول في اسيا تركيا قلت لك لا لا مش اسيا أنا درجي في أستراليا في أفريقيا في أفريقيا 100 باب ده أنا ححريكوا النهاردة مصر في مصر في مصر أيوة في مصر مئة باب فين البوابة دي يا عم مدينة المئة باب بوابة الحلواني أسيوط لا الأقصر هي دي الأقصر الأقصر محليها الأقصر هي متعر وكانت تمشي لها في النيل الأقصر وتلمون فيها كثرة القصور والمعابد هذاك علاش تتجاوز فيها الأبواب فيها المئة باب من أشب لي كوشيت سوليل واللي فيت سوليل موجود على النيل اللي هو في واحد من ليزوتيل اللي كانت مثلا أغاتا كريستي كتبت واحد من أهم رواياتها في الاوتيل هذاك في الاقصر دونك لليوم موجود انه وكانت البيت بتاع اغاتا كريستي وين كتبت كانت عاصمه مصر القديمه عاصمه مصر القديمه انا باش نعمل اغنيه لانه صدقني حتى في الشارع الناس يقول لي بربي اعمل لنا اغنيه خير سو كيفي خلينا تو نطلعوا مع بعضنا عملنا اغنيه على الكورونا تلهينا بالغنيه لا 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 مقدمه باش نطلعوا انتم مشهور خلينا تينا لا 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 ما نحبش في الظهر افهمني وخذ اللي تحب خلي المال الغيري انك عشيري لاني نظرة وبسمة وكلمة حب ما نحبش فضة وذهب الله 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 الحان محمد رضا الله 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 هو اللي لحن الساحر العربي مش محمد رضا محمد رضا محمد رضا محمد رضا ملحن معروف وعنده نجاحات كبيره في تونس بالمصري بالتونسي انا محمد رضا محمد رضا والساحره من احلى غنات عليا محمد رضا يلا ميتيو وبعد الاخبار غدوه ان شاء الله باش تلقاوه في راسينكاري جديده بمنشط اخر غدوه ان شاء الله ونتلقاوا احنا ان شاء الله منشط واعد عبد الستار عمامو هو المنشط تاع غدوة عبودة هاي اسمعوا غدوة راسي كاري ان شاء الله قولوا لي رايكم كسكسي بالبوري باش نجيب لنا كسكسي بالبوري الى اللقاء